الرد على من يأتي بزلات عظيمة وينسب نفسه إلى السنة أو إلى العلم هذا من باب أولى. لما؟ لأن فيه تدليسا على الناس، لأن له أتباعا من آل السنة سيتبعونه فيما قاله، بينما ذلكم الرجل رجل فاجر منحرف معروف، يعني ما يأتي به لا ينطلي على كثير من الناس، لأنهم يعرفون أن هذا الرجل رجل منحرف ضال عن الصراط المستقيم. لكن مثل هذا لو سكت عنه وسكت عن زلاته، وخصوصا في الزلات المتعلقة بالعقيدة، هنا إن سكت عنه وأتى بزلات أخرى هنا فيه جناية على من يأتي يظن أن فعل هذا الرجل فعل صحيح سليم. يعني من يأتي مثلا في بعض المقاطع، وسمعت ذلك، من يثني على البهائية من أعظم الفرق في التصوف، كيف يثني على البهائية؟ كيف يثني على الصوفية؟ كيف يثني على بعض الفرق؟ فمثل هذا لو سكت عنه كان فيه جناية على الأمة. فبعض الناس يقول لماذا أنتم تحرصون على الرد على هؤلاء المنسوبين إلى العلم والسنة ولهم جهود في بعض الأشياء بها خير؟ نحن لم نغفل عن الرد على المنحرفين الانحراف الواضح، لكن مثل هؤلاء يرد عليهم لأن هذا له أتباع، غدا أو بعد غد تكلم بزلة في العقيدة سكت عنه، الزلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وسكت عنه، هنا سيتبعه غيره، سيظنون أن ما قاله هذا الرجل هو الصحيح لأنه لا رد عليه. لذلك يعني يجب أن يتنبه لخطورة هذا الأمر، يعني يظنون أن فيه ملاينة أو تعاطفا مع أهل الانحراف من علمانيين أو ليبراليين، لا، يجب أن تبين خطورة هؤلاء. لكن أيضا لا يغفل عن أولئك لأن الضرر الحاصل بهم أعظم. هذا منحرف يقول هذا علمان ليبرالي لن نأخذ منه، يعني كثير يقول لن نأخذ منه، لكن مثل هذا لا. يعني كيف من العجائب أن يسكت عن شخص حقيقة كما أسلفت يثني على البهائية؟ هذا من الجناية من طالب العلم الذي يعرف الحق ولا يرد عليه، وسيحاسب أمام الله عز وجل لما يثني على مثل هذه الطوائف الضالة المنحرفة في التوحيد. لما يأتي إنسان في مقطع ويقول أنا أرى حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يريده، لا فرق بين سني ولا بين رافضي ولا بين شيعي، ولا لا، الإنسان حرية أن يختار. هذا من الجناية والجرم في حق طالب العلم الذي لديه القدرة في الرد وتوضيح الحق ثم لم يبين. أو مثلا من يقول والله للإنسان حرية الاعتراض على ملك من ملوك الدنيا، على رئيس، على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال لا بأس أن أعترض على الله، وهذا ينسب ويبجل على أنه من أهل السنة أو من العلماء ثم يسكت عن هذا. الذي يسكت عنه فقد شارك وهو مجرم مثله إن رضي بقوله أو سكت عن قوله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال كما أن الناطق بالباطل شيطان متكلم، كذلك الساكت عن الحق شيطان أخرس. فهناك شيطان ناطق يتكلم بالباطل وهو من يروج مثل هذه الآراء التي بها حرية الرأي كأنه ليس للدين أي مكانة أو قدر في النفوس، وكذلك من يسكت عنه والرد عنه هو شيطان أخرس. فاجتمع شيطان ناطق وشيطان أخرس، ما في مجاملة على حساب دين الله عز وجل، ليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. هذا الذي أنكر مثلا صوم عاشوراء، لو سكتنا عنه وسكت عنه غيرنا وانتشر بين أهل السنة، انتشر وهو ينسب نفسه أنه سني، مثل هذا لو سكت عنه ماذا عسى أن يفعل عموم الناس ويقولون عنه فضيلة الشيخ فلان؟ تسكت عنه؟ لو سكت عنه جنيت على الأمة، جنيت على الدين قبل أن تجني على الأمة، جنيت على دين الله عز وجل إذ لم ترد على هذا وأمثاله.